نسمع شاهد عيان حاضر حاضر في الباتو هذا. الو الو عسلام. عسلام اهلا وسهلا بك. انت شاهد عيان في الباتو هذايا اللي غرق، نحبك تحكي لي شنو اللي صار بالضبط وانتوما في الباتو. مشينا من هنا للفيقس، ومن الفيقس ركبنا مشينا يكون 60 كيلومتر، من بعد من 60 كيلومتر ولا دخلنا في الماء، الفلوكة دخلنا في الماء، حاولنا باش نرجع، قلنا له رجعنا رجعنا، هو ما حبش، قلنا طنوس وطنوس وبقت اللي طلع علينا. نحن ركبنا نهار ثلاثة، ركبنا نهار ثلاثة يكون من واحد. انتوما قداه قداه من واحد؟ 37 واحد. نحن 37 واحد من نفس الجهة ولا مفرقين الكل؟ يعني من نفس الجهة من نفس المنطقة؟ لا، فما من فاقس ومن جبنيانة ومن القرويان ومن كل بلاصة، معنا مفرقين، مش معنا منفرد بلاصة الكل، فانت مش منفرد ولاية. باه قل لي شنو صار، اي رجع بيكم اي؟ يا متاع الليل نهار الثلاثة، وقت اللي مشينا طلع علينا نهار سبحة الأربعاء، نهار الأربعاء عدينا زاد شطر نهار في الماء في البحر، نحن نمشوا بالفلوكة، وقت اللي تفلق بينا المركب وتعب بالماء سايق، قلنا له رجعنا على خاطر ما عادش نجموا نكملوا باش نوصلوا، ولينا ومن لول ما حبش وبعد رجعنا. كي رجعنا هو ساعتها نوال خنن ولا يتصرف تصرفات مش عادية، فهمت؟ وقت اللي رجعنا يكون حتى العشرة متاع الليل ونحنا معنا مازلنا ما خرجناش، نتبعوا بالجي بي اس، قالنا نتبعوا بالجي بي اس، فما شكون يشوف بالجي بي اس بالتليفون، قالنا انا معنا رانا قربنا للساقف، مش نشوفوا انا شط اقرب معنا مش نخرجوا منه، نتابع بالجي بي اس انا عشان مش نخرجوا منه، فما شط قريب كنا مش نخرجوا منه، لكن هو ما حبش، قال لي ما نخرجكمش منه، راهي تشدني الحاكم ونولينا الحريق ونولينا كل شيء، تشدني الحاكم ما نحبش على المشاكل وكل شيء، قلنا له معنا طلعنا لبرا، رانا مشنا طالبين حتى شيء، معنا ما نطلبوكش لا بفلوس لا نشكو بيك لحتى الحاسين، وتخرجنا لبرا كل واحد يمشي على روحه، معنا ما نجبدوكش حتى شيء. قال هو لا، وقت لي من هو قال الكلمة هذيك لا، قال فنطلعك من بلاصة أخرى، ساعتها وقت دار في مخ ولا يخدم في مخ، البلاصة اللي حطنا فيها اللي سويه اللي غرقنا فيها. دقيقة واحدة، يعني غرق المركب ولا قعدتوا فوق المركب؟ لا غرق المركب ونحن قعدنا معنا في الماء، فما اللي نحن 37 واحد عشنا منهم 14 برد، فما اللي لبسك جيلية سوفتاج وفما اللي مشو لبس، فهمتني؟ لا من ما لبس جيلية سوفتاج، وفما زوز معايا زاد لابسين. اللي لابسين منعتوا؟ فما اللي منع وفما اللي مشو منع، منعنا 14 نحن، فما شكون مشو لابس ومنع، وفما اللي لابس وميت، فهمت؟ انت قداش قعدت في الماء موجود في البحر في عمر 17 ساعة؟ 17 ساعة. 17 ساعة في الماء؟ 17 ساعة. باي قل لي انت في الماء والدنيا ظلام وبرد، شنو الاحساس اللي عندك في الوقت هذاك؟ شنو الحاجات اللي حسيت بيهم؟ تخيلت برشا حوايج، ما تخيلت برشا حوايج اللي هما حتى في الدنيا ما فهميش، تخيلت حتى في الدنيا معنا برا وكل شيء ما فهميش من الحاجات هذوما. يقول لي شنو هو؟ تخيلت؟ ما يسالش قل لي. نتخيل في إمارات وسط الماء، نتخيل في عبيد حذيت عيط، نتخيل في برشا حوايج، في برشا حوايج حتى في البلوتوات نتاع الضوء، نتخيل فيها في وسط الماء اللي هي حذيه معناها. دخلت بعدي شويه ما نكذبش عليك، قعدت يجي شهر في الطبيب. كيفاش منعت انت؟ الناس اللي منعت كيفاش؟ طلعونا الحويطة البحاره، طلعونا الحويطة الصياده. أول واحد طلعوني أنا وبعد طلعوا أصحابي الآخرين اللي معايا كل شيء، والبحارة ذا يكلم زملاء اللي يخدم معايا يخدموا معايا في الحوت وكل شيء، ولو خرجوا بالفليك وعلموا الأمن وكل شيء، ولو خرجوا يلوجوا
طلعوا في عينا كعبيت موتة معنا وطلعوا حيين زي ده حصلوا 14 طلعوا حيين وطلعوا معنا كعبيت موتة وقعدوا يلوزوا عليهم ما يجوهمش. هنا عندي سؤال آخر، عندي سؤال. أنت في البحر في عرض البحر شكون بجنبك؟ فما عبيد بجنبك؟ لا لا، كل كي تحنا كل واحد بسرح على روحه، فما اللي غرق وهبط بطبيعته، فما اللي عيم وبعد عليهم. انا وقعدت وحدي. سمعت شكون يتكلم؟ لا، نسمع في صوات غريبه ونسمع في حس ونسمع في نتلفت، ما فما حد شيء معنا، نتلفت في جنابي منه ومنا ما فما حد شيء. نسمع في صوات حذيه وبيت تحدث وكل شيء، نتلفت ما نلقى حد. صديقنا اللي نحكيو عليه المرحوم توا ولد فتوه ولد مبروكه، ريتو اخر لحظاته؟ ريتو انت اخر لحظه؟ طفل صاحبي اللي معايا كل شيء، في وقت اللي خرجنا قال راوكي هبط حذيه. انا قلت له كب شد معنا روحك ولا بجيلي 16، لكن الجيلي اللي لابسها مقطعه قطعت له وقت ينجز، شدت له في الحديده نتاع المركب، شدت له في الحديده قطعت له. هبط بطبيعته، اما انا ما هبطش حدايا، فهمتني؟ اما صاحبي اللي معايا هو اللي حكي لي طلعنا مع بعضنا. نختم معاك شهاده حيه منك انت، نخدم معاك باش نسالك سؤال، انت علاش حرقت؟ الظروف ما تسمحش ولا غير بقدره وقدر، ولكن كان جبت معي فما خدمه فما مستقبل هنا، علاش مش نخالف بلادنا ونخرجوا مثيل؟ اما لكن انا غير بظروف لازمتنا، وديجا الفلوس متسلفها وظروفي ما تسمحش، وكنت انا وصلت نرقد بدواء النوم بدواء الاعصاب، مشيت لطبيبي يا دويتك تو عندي كل شيء، نرقد بدواء النوم بدواء الاعصاب بدواء معناها تعاود تحرق؟ لا ما عادش تو، ما عادش نرضى باللي كتب لي ربي وكهو، ما عادش. مشكور يا سيدي، يعطيك الصحة على شهادتك. طبعا أخفينا اسمك وصوتك، غيرنا شوية في صوتك. شكرا لك على الشهادة اللي كنتوا تسمعوا فيها اللي يتفق